رغم مضي عام على وقوعها وظهور تفاصيل جديدة بشأنها، إلا أنها ما تزال تشكل لغزاً. إنها قضية سرقة أكبر كمية من المجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة. فاطمة، وقعت السرقة في محطة استراحة بولاية كاليفورنيا في 11 من يوليو للعام 2022، وكانت الشاحنة تحمل كيساً 73 كيس يحتوي على مجوهرات. وتم توظيف شركة أمن لنقل المجوهرات، لكن للمفارقة السائقان تركا الشاحنة لمدة 27 دقيقة فقط، محمد تخيل، في محطة الاستراحة. أحدهما قام بالنوم والآخر يتناول الطعام. طبعاً، وبحسب شريط فيديو حصلت عليه وسائل الإعلام يوثق لحظات السرقة التي يعتقد أنها تشمل مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار بحسب زعم أصحابها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.